حصلنا على معلومات تفيد بأن الحسين بن عيادة حسم مستقبله بالانتقال للدوري المغربي عبر بوابة بطل الدوري وحامل لقب دوري أبطال إفريقيا وهو الوداد، بعد أن دخل في مفاوضات متقدمة مع رئيس النادي سعيد الناصري. وقرر الحسين بن عيادة اللعب في الدوري المغربي رغم تلقيه العديد من العروض الخليجية على غرار السعودية والقطرية، لكن اللاعب فضل الاستمرار في دوريات شمال إفريقيا، مع العلم أنه أصبح في مدته الأخيرة كلاعب أساسي في تشكيلة الجزائر، حيث يعتمد عليه المدرب جمال بلماضي كظهير أيسر. وأكدت مصادر إعلامية جزائرية أن الدولي الجزائري للنجم الساحلي الحسين بن عيادة أعطى موافقته المبدئية للانتقال لفريق الوداد الرياضي من أجل انتدابه في الميركاتو الصيفي. في انتظار التوصل ومعرفة آخر تفاصيل هذا الخبر، خليكم معنا باشتراككم.